سؤال اليوم، إيش هي أكثر لحظة محزنة عشتها في سلسلة GTA؟ وقف المقطع وشاركنا في خانة التعليقات. هلا والله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ طيبين بخير مبسوطين، رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع زلها. طبعا مقطع اليوم حزين، مقطع اليوم راح نشوف فيه لحظات حزينة جدا في سلسلة GTA. زي ما تعرفون سلسلة GTA ضمت العديد من اللحظات الحماسية والرهيبة، لكن في نفس الوقت أيضا ضمت عديد من اللحظات اللي تقطع القلب وفعلا تحزن. اليوم راح نذكر أهمها على شكل توب 6، فخلونا نخش سويا في المقطع. في المرتبة السادسة هي بكاء تريفر على أمه. زي ما تعرفون في أحد المهمات السرية جدا، تريفر يقابل أمه وتحديدا في بيته الخاص، وراح يحصل أمه تنتظره بشكل عدائي جدا. طبعا زي ما تعرفون تريفر ما شاف أمه ممكن 15 سنة بسبب إنها كانت مسجونة بتهمة مخدرات. طبعا من هنا يتبادلون أطراف الحديث بينهم، والمواضيع اللي تكلموا عنها جدا جدا تحزن. لكن النقطة الأهم هي إنه الأم تريفر راح تطلب بعض الأدوية من الابن تريفر، وفعلا تريفر راح يوفر لها هذه الأدوية ويجيبها لها، لكن لما يرجع للمنزل ما راح يحصلها للأسف، لينتهي به المطاف في حالة انهيار كبيرة جدا. أول مرة أشوف تريفر بهذا الشكل، تريفر دائما أشوفه قوي صلب ولا يهتم لأحد، فإنك تشوفه بهذا الشكل والقصة اللي عاشها الأمر جدا جدا محزن. في المرتبة الخامسة وفاة بيج سموك ورايدر. صحيح كلاهما خائن للجروف ستريت والعصابة، لكن لا زالوا يعتبرون شخصيات عظيمة وأخوان لسي جي والبقية. نظرا للعشرة الطويلة اللي بين الشخصيات الثلاثة، أشوف إنه الأمر جدا جدا محزن. إنها نهاية الطريق، لابد عليك إنك تقتلهم. بل انه لو تلاحظون في كاتسين قتل بيج سموك، تقدر تلاحظ مباشرة انه سي جي ما يبقى هذا الشيء، وكان جدا جدا حزين على انه الامور وصلت لهذا الحد. حرفيا سي جي للأسف انحد انه يسوي هذا الامر، فالامر جدا جدا محزن نظرا للعشرة القوية اللي بين الشخصيات الثلاثة. في المرتبة الرابعة ترك عائلة مايكل لمايكل دي سانتا نفسه وهجره. زي ما تعرفون بعد ما تقوم بمهمة تتسمبا دي ساي يوغا، أولا تقوم بيوغا، ثانيا تذهب مع جيمي في نزهة، ومن خلال هذه النزهة يتم اختطافك من قبل الفضائيين، وهذا كله صار بسبب هلوسة مايكل دي سانتا وفي عقل مايكل دي سانتا. لكن عندما يعود مايكل للمنزل يتفاجأ أنه عائلته تركته جميعها، تريسي وجيمي وأماندا، طبعا تركوه بسبب تصرفاته المجنونة اللي يسويها على حسب الرسالة اللي تركوها له. طبعا شعور صعب جدا ما يعرفه إلا الآباء فقط، أنه عائلتك تتركك وإنت في أمس الحاجة لهم، طبعا شعور جدا جدا صعب. طبعا الأمر لم يقف هنا فقط، أماندا في الرسالة قالت إنها ذاهبة للعيش مع حبيبها، بينما تريسي كانت على بركة الله كذا قاعدة تصيع ما عندها أي خطة، بينما جيمي كان أخف من ذلك. جيمي بعد نهاية المهمة يرسل لك إنه أخذ من بنكك $5,000 من أجل استئجار مكان يعيش فيه. حرفيا مايكل بعد هذه المهمة انهار انهيار كبير جد. طبعا مايكل ايضا بعد نهاية المهمة مباشرة يتصل على تريسي، خصوصا انها الوحيدة اللي طالعة بلا خطة. لكن
وبشكل مفاجئ جدا تريسي وبخت أبوها بشكل كبير جدا وقالت له أنه لازم تبحث لك عن مساعدة نفسية قبل ما تصرفاتك هذه تؤدي إلى قتلك وتؤدي إلى نهاية حياتك. حرفيا هذا الأمر يا أخوان لما صار زعلت على مايكل ديسانتا كثير، لأنه حرفيا ما يستاهل اللي يصير له، خصوصا اللي صار له من قبل عائلته، لأنه كان عائلته هم هدفه الأول من هذه الحياة وإنهم يعيشون حياة كريمة، لكن هم قابلوه بهذا الشيء، فكان جدا جدا محزن الأمر. في المرتبة الثالثة تذكار لمطور فارق الحياة أثناء التطوير. زي ما تعرفون روكستار جيمز شركة تقدر العاملين لديها وتعاملهم بكل احترافية واهتمام. طبعا في أحد كراسي لوس سانتوس بإمكانك العثور على ملصق مكتوب فيه في الذاكرة كريس إدوارد. طبعا كريس هو أحد المطورين لعدة ألعاب الروكستارية مثل ماكس بين، الإنوار، وعدد من الجي تي ايز. لكن للأسف يا أخوان صديقنا كريس إدوارد فارق الحياة أثناء تطوير جي تي اي في، وتحديدا في 2012، وهذا الملصق في هذا المكان هو تخليدا لذكراه وجهوده العظيمة في اللعب. فصراحة شيء جدا رهيب من روكستار جيمز انها تسوي هذا الشيء، لكن في نفس الوقت شيء جدا يحزن انك تشوف هذا الملصق وانت تلعب جي تي اي في وانت ايضا تعرف حقيقته وايش قصته. Rest in peace كريس إدوارد. في المرتبة الثانية هي الرسائل اللي تجيك يا فرانكلين بعد ما تقتل سواء تريفر أو مايكل. زي ما تعرفون في نهاية جي تي اي في لابد انك يا تقتل مايكل أو تريفر أو انك ما تقتل أحد. لكن مثلا لو قتلت مايكل راح تجيك عدة رسائل من جيمي ومكالمات من جيمي، وفيها يسألك عن أبوه وهل تعرف فينه وهل عندك خبر عنه أو لا. Hello? Yo, F, you see my dad? We ain't seen him for a while. No, I haven't, man. Oh, great. Because my mom is majorly freaking out. Hello? Fucking dad is dead. My dad is dead. What the fuck, man? What do you know about it? My fucking dad. Michael? Shit. Man, I don't know nothing. Seriously. Damn, that's bad, man. Look, man, I loved your dad, man, but... Sorry, but... Fuck you, man. Hello? My dad. My dad's dead. My dad, Uncle G, my dad. Well, yeah, well, I never had a father. My dad, my fucking dad. How did it happen? My dad. Yeah, it's a bad business, certainly. I'm sorry. My fucking dad, you trying to be a good friend to you and now he's dead. Send my best to your mom. وفي المرتبة الأولى هي وفاة رومان بيليك. زي ما تعرفون في أحد نهايات جي تي اي 4 رومان بيليك الأسطورة لابد أن يموت. طبعا هذه اللحظة الحزينة ما يبغى لها أي شرح، ما يبغى لها أي لف ودوران، لأنها فعلا حزينة وحرفيا تستاهل المركز الأول، لأنه ولد عمك وزميل عمرك أمامك يقتل. هذا أمر جدا جدا بشع، و أتوقع ما في أحزن من كذا، ما في إطلاقا. Yo, Nico, calm down, man. Easy. He told me to leave it. I left it. Nico, get up, man. Oh, man. Gotta get you out of here, man. Police, them soon come. Don't worry, man. Me find Dimitri, me call you.
Leave. Okay. شاركونا آراءكم في خانة التعليقات من التوب 6 هذه اللي شاركناكم إياها. إيش أحزن لحظة؟ طيب كده وصلنا معاكم لنهاية المقطع، لا تهرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة. سلام عليكم.